البنات اللي واعر هذا من 30 عام اخواتي تقدر تستعمليه، هذا ما كيخليش التجاعيد يخرجوا البنات. ضروري ضروري تهلي تهلاي في وجهك لامارك ديال لوريال البنات، نيميرو واحد في معالجه التجاعيد اخواتي. وشوفوا لي الثمن ديالها 6 أورو 29. كامل البنات راه واعره، شحال ديال الميساج جاوني وشكروها ليا. هذه اختي اللي بغيت ديريها لوجهك نهار العيد يا اختي، هذه راه زوينه، كريمه مرطب للوجه ووجهك غادي يبان لك نقي الاخوات، راه زوينه. شوفوا لي الثمن ديالها 3 أورو 45. واش دايرين هاد القشرات هادو؟ راه دايرين لهم انغو البنات، كلشي كلشي دايرين له انغو البنات. ما خداش اللوز، راه باقي محطوط اخواتي بكميه كبيره، اللوز ايفيلي واللوز بودر واللوز اخواتي، كلشي كلشي باقي محطوط. كم هادو اللي كيجوني عليهم بزاف ديال الاسئله، اختي واش راه وجهي يذوهني، اختي واش راه وجهي ناشف، اختي واش هادو البنات كيليقوا لجميع البشره البنات، واعرين كيصفيوا الوجه كيحيدوا التجاعيد، شي حاجه اللي خطيره. وشوفي لي البنات الاثمنه رخاص والفائده ديالهم خطيره يا البنات. هذا القماش راه خطير الوجه يا البنات، فيه قماش وصابون عادي، راه دايرين له 30% يا البنات 30%. الاخواتي جابوا لكم ماسك ديال الشعر البنات، اللي شعره يا اختي ناشف، اللي شعرها ناشف يا البنات راه جابوا لك الحل البنات. 5 أورو 99، ها هو يا البنات 97% ناتشور البنات ديال الشعر، اللي خطيره خطيره البنات، والله حتى كنستعملها انا وبنتي، واعره عن تجربه، والثمن ديالها 6 أورو 69. راه كريمه ديال اليدين وديال الجسم، هي البنات اللي كيكونوا يديها ناشفين 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 فايتين. شوفي يا البنات هذه راه خطيره البنات، والله عن تجربه، وراه دايرين ليها 30%. السلام عليكم البنات، مبروك العواشر، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير. المهم البنات اليوم غادي جيت نبارطاجي معكم البرومو ديال عندي، بحكم البنات مشيت البارح درت لكم فيديو في ام بي بازار، بلاطويات كيحمقوا داكشي ديال الهبل، ما قدرتش البنات نصبر، لهذا خليت لي حتى اليوم. المهم نبداو اول حاجه البنات، المهم بالنسبه للفيديو ديال ام بي بازار البنات، جاوا بلاطويات واعرين كيحمقوا كيسطيو البنات، والاثمنه رخيصه بزاف. اللي مازال ما شافش الفيديو غنخليه لكم في اول تعليق البنات، اللي بغى البنات اللي ما شريت نزه داكشي ديال الفرع. دايرين هاد الخير هذا البنات، الكونكومبر البنات راه داير له بروموسيون، دايروا له البنات 79 سنتيم لا بياس. كاع هذا اخواتي كيجا على هاد الشكل هذا البنات، فيه 750 غرام، راه دايروا له أورو 99. دايرين هاد التفاح هذا اخواتي، فيه كيلونس، كتجي شاصيه على هاد الشكل هذا، فيها كيلونس البنات، الثمن ديالها أورو 99. التفاح هذا البنات اللي كيجي على هاد الشكل هذا اخواتي، كيجي فيه 6 ديال التفاحات، راه دايروا له لا بروموسيون البنات، دايروا له أورو 99. هاو البنات ديال الاسبان دايروا له 2 أورو 99 الكيلو البنات، راه فيها 250 غرام، دايرين لها 2 أورو 29 البنات، راه دايروا له 2 أورو 99 250 غرام. حنا الاخوات كيحطوا لنا هكا لي كرواساك كيحطوهم لينا مع الخضره. المهم هذه راه دايرين ليها اوفر سبيسيال البنات، 2 أورو 99. اللي فيها 200 غرام دايرين لها 2 أورو 29 البنات، راه باقي بروموسيون، في 500 غرام الثمن ديالو 5 أورو 49 البنات، راه باقي محطوط بكميه كبيره، كيجي على هذا الشكل هذا البنات، فيه 500 غرام نص كيلو الثمن ديالو 4 أورو 99 البنات. زوين هذا البيستاج هذا اخواتي، راه فيه 500 غرام الثمن ديالو 5 أورو 99، باقي محطوط بكميه كبيره. ودايرين حتى هذه البنات راه كتجي هكا ميلونج، فيها الاكاجو، فيها القرقع، فيها المهم كتجي هكا ديال نوازيت، 500 غرام الثمن ديالها 6 أورو 18 خوات. راه كتجي شاصيه على هذا الشكل هذا، فيها كيلونس البنات، الثمن ديالها أورو 79 البطاطا هذه البنات كتجي في شاصيه على هذا الشكل هذا، فيها 2 كيلونس اخواتي، 2 كيلونس الثمن ديالها أورو 99 خيار هذا البنات كيجي هكا صغير على هذا الشكل هذا، فيه 200 غرام 200 غرام اخواتي 99 سنتيم. هذا البودنج الاخواتي راه رخيص رخيص رخيص، شوف البنات راه دايرين له أورو 49 البنات، أورو 49 الكيلو. انا والله خديته من مارشي اوبيس البنات، فصورت لكم في مارشي اوبيس ديمونش، يعني ماشي كندير 2 أورو الكيلو، وحتى لا فان المارشي حتى ساليت الفيديو فاش كنت غاديه عاد قديت هكا شويه ديال الخضره البنات، خديته ب أورو 50 والله البنات الا أورو 50. وشوف ها هو غير حدايا جايه به من مارشي اوبيس، معليش البنات خذوه والله حتى غزال البنات. انا ما عرفتش واش ناخذو دابا ولا سنسالي الفيديو، ولكن غناخذو لان دي فوا كنسالي كنلقاه طار البنات راه رخيص أورو 49. طوماط سوغيز البنات كتجي هذه شويه غليوضه، شوف البنات راه فيها 500 غرام الثمن ديالها 2 أورو 29
البنات راه ديري ليها لا بخومسيو راه غاليه ما عطيش البنات راه ديري لها جوج الاورو 99 الكيلو كيف كنقول لكم ديما ما عمركم تاخذوا من هذه سر اختي خذوا ليا من هنا ديما البنات شوفوا اللور ولا شوفوا لتحت واش كاينه شي حاجه باش تاخذوا ليا اختي حاجه نقيه مثلا انا خديت بودنجال عاد غادي نمشي نكمل الفيديو هما البنات حاطين هاد دايرين هنا كانت عامره بدات لقيتها سالات دايرين كلشي انه البنات هكا هاد التقشرات ديال المهم ما عرفتش انا شنو كان اخواتي شو تبارك الله شتي قداش يا اختي اليوم جيت بكري لقيتهم البنات دايرين التقشرات كلهم دايرين لهم انه ولكن ما عرفتش شنو كان هادشي اللي شاط البنات انه يا اختي وزوين البنات الكاليتي ديالهم غزاله اللي باقي ما خداش اللوز بودر البنات اللوز بودر ولا اللوز ايفيلي ولا اللوز البنات راه باقي كلشي محطوط اخواتي اللوز هذا اموند بودر اخواتي 400 غرام 3 اورو 49 وكاين هذا ايفيلي البنات راه 4 اورو 39 400 غرام باقي محطوط البنات بكميه كبيره هاد الكاشر هذا غزال هذا البنات راه كلشي حلال ها انتم هي حلال اخواتي هي ما لقيتش الثمن اخواتي ومحطوط بكميه كبيره وحاطين حتى هادو اللي كيجي هكا بحال السوسيت البنات هذا تا هذا نورمالمون كتكون جات وحده غادوي اكثر هي فاش كيحطوهم البنات هادو حلال راهم محطوطين البنات بكميه كبيره كريم البنات اللي بغيت نبارطاجي معكم عرفتي والله يا البنات وانا صائمه شحال ديال لي ميساج جاوني البنات بشراره بيبي كريم ديال ليدل راه المهم بيبي كريم راه ماشي المهم هذه لا مارك ديال سيان بزاف هي البنات الاخوات شكروها ليا راه واعره يا البنات هذه فيها البنات كريم باش كتاضراتي وجهك واوميم طو كديريها لوجهك وجهك يعني بحال كيبان بحال كتنقي لك الوجه يعني هي كتخبي بحال فيها حتى فندوطه وأوميم طو البنات ها هي راه كتإدراتي لك الوجه ديالك 24 ساعة يعني 24 ساعة الوجه ديالك تيبقى مإدراتي كيبقى مزيان والمهم وجهك كتشوفيه نقي والله البنات إلا بزاف وقلت والله تم بارطاجيها مع الأخوات شوفوا لي الثمن ديالها البنات 3 أورو و 45 واحد القضية نقولها لكم تبقاو تقلبوها من هنا حيت فيها جوج ديال كاينه هذه كتجي هكا خفيفه على حسب الوجه ديالك وكاينه وحده اللون ديالها شويه غامق البنات المهم انا بانت لي هنا غير خفيفه مي هذا فيها البنات جوج ديال لي موديل البنات عيت ما نقلب مي لقيت غير هذا اللي خفيفه حيت البنات راه فيها جوج ديال اللوينات كاينه وحده كتجي هكا خفيفه والاخرى البنات كتجي شويه غامقه على حسب اللون ديال البشره ديالك وراه كيف قلت لكم راه الثمن ديالها 3 اورو 45 نجي معكم هذا الكريم هذه بحكم تيجوني بزاف ديال لي ميساج بشره اختي شي كريم ضد التجاعيد اختي بشره شي كريم راه بشرتي حساسه وبغيت شي حاجه لتصفيه الوجه بزاف بزاف ديال لي ميساج كيجوني المهم هذا الكريم البنات راه ديال لوريال ولكن البنات راه فيها الاعمار راه ديما كنبارطاجي معكم هذا الكريم راه ديما البنات وديم الله كاينه في ليدل هذه كنقول لكم البنات ومن احسن الكريمات البنات يعني راه ماشي اي كريم هذه تستعمليها من 30 عام يعني واخا مكتوبه 35 عام غتحسبيها تستعمليها من 30 عام هذه البنات دوك التجاعيد اللي كيكونوا خفاف فهمتوا اخوات يعني هذه بحال الانسان راه كيبدا البنات يعالج من الاول راه ماشي حتى وجهك تيتكمش عاد خاصك تقلبي على كريم لا راه الانسان من الاول كنبداو شويه بشويه باش ما كيخرجوش هذوك التجاعيد اللي كيكونوا فهمتوا الاخوات المهم هذه من 30 عام من 30 عام تستعملوا هذه البنات راها خفيفه وايدراتاسيون البنات النهار كامل كيبقى وجهك رطيطب وزوين هذه من 30 عام وهذه من 40 عام يعني واخا 45 تستعملوها من 40 عام وهذه الاخوات 55 تقدري تستعمليها من يعني اللاج واخا تستعملي واحد شويه قبل ماشي مشكل ماشي بزاف ثاني ماشي تكون عندك 26 عام وتستعملي لي هذه ولا 26 عام وتستعملي لي هذه ديال 26 عام كاينين كريمات اخرين البنات المهم هادو راه ديال ضد التجاعيد خطير البنات نقول لكم الثمن ديالهم ها هما 6 اورو 29 ديال لي البنات اللي ما يمكنش ما نهضرش عليهم البنات والله العظيم الا اختي وانا صايمه من احسن الروايح البنات انا كيعجبوني بكل صراحه خصوصا هذه البنات كاينه حتى ديك الاخرى بغيت نبارطاجها مي ما لقيتها سالت البنات راها غوز هذيك فن عندك هادي وهادي البنات خطيرين حتى هادي البنات ديال لوفلي شو البنات هادي ديال لوفلي بلاتي نجبدها لكم هادي حتى هي خطيره شو البنات والله شتي بلاصتها كي دايره عندي هادي باقا بكثره هادي هادي البنات باقا بكثره وشوفي ديك ديال الغوز ديال سميتها طارت وهادي ديال لوفلي حتى هي طارت البنات عرفتي كيطيروا البنات وشوفي لي البنات الثمن ديالهم 4 اورو 39 البنات الرويح ديال ليدل هكا يختي حتى زعما هكا بالنسبه ل يعني الريحه ديال يوميا ديال الدار انا بغيت بكل صراحه والله اختي الا كنستعملهم وكيعجبوني وريحه كيبقاو يعني ما كيمشيش راه كيبقاو والثمن رخيص
ها انت يا اختي كاين هذا الموديل وهذا البنات راه كاين حتى الكريم ديالو. ها هي شو البنات، ها هي نو ماشي هذا، كاين البنات حتى الريحه ديال هذا ما لقيتهاش. هذا البنات هاد الكريمه هادي راه كاين الريحه ديالها، هكا بغيتي تشريكي كنقولها لكم ديما تعطيو تجي بتي كادو كومسي كتجي هادي والريحه ديالها كيعطيو واحد يجي كادو زوين البنات. المهم هادي انا راه استعملتها هادي حتى هي راه زوينه كريم ديال اليدين فيها ثلاثه ديال لي موديل. هادي استعملتها البنات كتخلي واحد الريحه زوينه يا البنات في اليدين. شوفوا لي الثمن ديالها ورو 68. المهم هادي زوينه، هادي انا مستعملاها وكاينه هادي حتى هي البنات، هادي ديال هادي ما مستعملاهاش ولكن يعني قال لك هادي اللي اليدين ديال اليدين ديالو ناشفين بزاف، الا اليدين ديالك ناشفين خذي هادي، ولكن انا كنصحك بهادي. هادي انا كنستعملها البنات واعره، هادي راه 48 ساعه فريمون، هادي مجهده كتنش كترطب اليدين مزيان البنات. هادي اللي يديه ناشفين، وكاين هادي فيها فيتامين او البنات شفتوا فيها فيتامين او، الثمن ديالهم فريمون اللي رخيص بزاف اورو 68. وكاينه هادي حتى هي البنات راه غير اورو 69 انت اختي. وكاينه هاد الكريم هادي ديال الجسم ديال هكا ديال اليدين ديال كلشي هادي البنات، كتجي هكا كبيره هادي تبارك الله فيها 400 ملل، الثمن ديالها 3 اورو 9 سنتيم. كريم هادي البنات راه واعره غير ما لقيتش الثمن ديالها البنات. هادي البنات راه ديال الليل فيها ديال النهار وديال الليل، هادي الا لقيتيها غير خذيها اختي زوينه، هادي ما فيهاش 3 اورو البنات ما لقيتش الثمن ديالها فريمون. زوينه هادي البنات راه كانوا جابوها شحال هذا وراه باقه في ليدل البنات، ثمنها رخيص وزوينه. هادي البنات ديال انتي اج، هادي حتى هي ديال التجاعيد اخواتي. بزاف ديال الاسئله اختي بشرى، الوجه ديالي الوجه ديالي سونسيبل، الوجه ديالي سونسيبل اختي. راه هادي راه كنبارطاجيها معكم ديما، راه هادي ها هي اختي انا نقرب عليك، هادي راه اللي لابو ديالها ناشفه بزاف، لا كان الوجه ديالك ناشف بزاف ولا لا كان سونسيبل كتستعملي هادي البنات، راه فيها الزيت ديال اللوز هادي اخواتي، الزيت ديال اللوز. وشوفوا لي الثمن ديالها ها هي البنات اورو 85، كتادراتي لك وجهك. هادي ما غنقول لك لا غتبيض لا غتحيد التجاعيد لا غدير شي حاجه، هادي غير كريم عاديه البنات ديال البشره الجافه والبشره اللي ناشفه بزاف. وهذه حتى هي البنات، هذه اخواتي هذه حتى هي ادراتاسيون عاديه البنات، هذه حتى هي لابو ميكس نورمال، هذه يكون وجهك دهني يكون وجهك حس، هذه كاع كاع الوجه هذه ما كاينش مشكل، هذه لا وجهك دهني كيجيني بزاف ديال البشره الدهنيه اختي تستعملي هذه. ولكن انا بالنسبه لي شخصيا انا كنصح بالاستعمال ديال هذا، هادو راه خطيرين يا البنات وراه انا كنهضر عليهم ديما يا البنات. هادي راه واخا يكون كتجيني شحال من بنت كتقولي اختي بشرى وجهي دهني واش نقدر نستعملها، اه اختي تقدري تستعملها، واخا وجهك دهني وجهك ناشف تقدري تستعمليها، هادي راه كتصفي الوجه البنات ومع المده كتبيض لك الوجه مع الاستعمال. ما نقولش غادي تبيضوا لك غدا ولا بعد غدا البنات، مع الاستعمال الدائم كنقولها لكم ديما وتهلاو ليا في وجهكم ديما كنقولها لكم اخواتي. المهم هادي راه الثمن ديالها كريم دونوي ها هي اجل اورو 99. وكاين البنات الكريم ديالها ديال النهار، تيجي بزاف ديال البنات كيقول لي بشرى واش نستعملو ديال الليل وما زعما نستعمل ديال النهار بلا ما نستعمل تاع الليل، تقدري اه اختي تستعملي غير ديال الليل بوحدها كما تقدري تستعملي غير يعني ديال النهار بوحدها وديال الليل بوحدها، ولكن راه هما دايرينهم بجات يعني مكملين لبعضياتهم، هادي كتخدم بنهار وهادي كتخدم بالليل اختي. وشوفي لي الثمن ديال هادي راه غير 3 اورو 85، رخيصه بزاف البنات والله تقريمات واعرين ومجربينهم البنات وكاتبين لي ميساجات اختي بشرى راه والله تا واعرين. والثمن ديالهم هادو هما لي كريم المفضلين عندي انا في ليدل بكل صراحه، والثمن رخيص البنات هانتوما لا غلا على مسكين. بارطاجي معكم والله يا البنات ما لقيت عرفتي شنو جبت هادشي كامل، ياك زعما يكون شي واحد طايح من اللور يعني باش تعرفوا البنات الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه. هذا ماشي خايب مي والله ما لقيت الخضر، ديما كنبارطاجي معكم كنقول لكم قبل ما تغسلوا وجوهكم وهذا لا هذا هو باقي. البنات قبل ما ديروا كريم ديما كنقول لكم تستعملوا واحد الغوماج تغسلوا وجهكم مزيان، الوجه البنات يكون نقي راه ماشي تلحقي وديري كريم، راه الكريم راه خاصك لا ديريها راه خاصك ليها راه غير مريقه اللي بغيتي تصايبيها، راه ما شحرتي اللحم وقديتي ودرتي ما كتجي زوينه، راه بحال هكاك البشره الا ما تهليتيش فيها ودرتي هكا مره غوماج نغسل وجهي مزيان نيطوي وجهي مزيان عادي اختي ندير الكريم، راه باش البشره كتستافد راه ديما كنقولها لكم اخواتي. المهم الجل الخضر ما لقيتوش خطير يا البنات، تغسلي بيه وجهك كل صباح اختي قبل ما ديري الكريم، ما لقيتش المهم لقيتو الخضر يا اختي غير خذوه، الثمن ديالو 2 اورو 50. وهذا اللي البشره ديالو حساسه ولا البشره ديالو فيها الحبوب يستعمل هذا، هذا اخواتي
هذا راه يعني زعلة بالنسبه لي، ان بالنسبه لي فيها الحبوب الاخر غيجرحها لان فيه حبيبات اخواتي، فهمتوا؟ هذا قال لي كيليق لابو نورمال وحتى الميكست يعني اي واحد يستعمله، وثمن زوين. وهذا لقيتو شي، هذا راه خطر البنات وديروا له لا بروموسيون. هذا غوماز زوين، هذا بحال هذا الخضر اللي ما كاينش، ولكن انا كنفضل الخضر زوين. مي هذا حتى هو زوين، هذا حتى هو فيه حبيبات. شفتوا اخوات، هذا كينيطوي الوجه زوين. هذا ديري غوماج في الصباح قبل ما ديري الكريم، راه واعر. شوفي لي البنات، من 3.85 راه دايرين له 30%، غيبقى لك غير بجوج الاورو 69. وكاين هذا اللي بالنسبه هذا غير هذا صابون ديال الوجه، ولكن ما فيهش الحبيبات. بالنسبه اللي ما هكا وجهه حساس ولا باغي هو غير صابون عادي، هذا راه زوين حتى هو، وراه دايرين له حتى هو لا بروموسيون. حتى هو بغيتي هذا بغيتي هذا بجوجهم بجوج الاورو 69. الشامبون هذا البنات راه واعر البنات، راه ديما كاين في ليدل، راه دايرين له 60% سيرولوجيا اخواتي. كاين هذا الموديل هذا اللي اخواتي شعرها ديالها ناشف، هذا اللي شعرها ناشف البنات تستعمل هذا، راه الاول 3.48، الثاني كيبقى لك غير الاورو 39. وكاين هذا البنات، هذا ديال اللي الشعر ديالو الزغبه ديالو كتهرس، هذا الاخوات. وهذا البنات اللي كيدير هكا الصباغه وكيدير لي ميش، وهذا راه ديال لي زون فو البنات، هذا هكا ديال الوليدات. ها هي اخواتي شفتوا، يعني ما باش ما حرقهمش في العينين، هذا ولا مارك ديالهم يا البنات والله حتى واعره، راه داير له 60%. واللي بغيت نشارك معكم اول مره كنلقاها هي البنات جديده، ها هي البنات شفتوا، ها هي البنات اللي اول مره البنات جابوا لكم ماسكارا اللي شعرها ناشف البنات، اللي شعرها ناشف راح جابوا لكم ماسكارا اخواتي. ها هي البنات شوفوا ليا، ها هما البنات، الثمن ديالها 5.99 جديد ديال ليدل البنات. دوش البنات راه دايرين له 70% سيغلو دوزيام، يعني الاول كتاخذيه باورو 99 والثاني كيبقى لك غير ب 59 سنتيم. دوش البنات كيجي هكا ديال النعناع والحامض، راه دايرين له 99 سنتيم. بارطاجي معكم الكريم الحمراء اللي كنشكرها لكم ديما يا بنات ديال لوريال. شوفوا ليا عارفه البنات، شوفوا اللي باقا في ليدل ديالها تاخذها، راه والله يا البنات الا خطيره البنات هذيك الكريم ديال لوريال الحمراء البنات، راه واعره يا البنات. هانتوما نمره واحد البنات، راه نمره واحد واعره يا البنات، راه باقا بروموسيون غير 6.43 الا 30%. وبغيت نبارطاجي معكم البنات حتى شامبوان، بغيتكم غير تشوفوا بعينيكم هذا الازرق يا اختي، حتى واحد ما داها فيها، هو البنات باقي كامل. ولكن هذاك ديال الكيراتين البنات اللي شكرت لكم وقلت لكم راه خطير يا البنات، والله ما لقيته. واحد الاخت في ليو تلاقيت معاها في بريمار قالت لي اختي بوجره راه غادي نجي حتى لهذاك الهيد اللي كتصوري فيه ناخذ ديال الكيراتين انت يا اختي. والله تطاروا يا البنات، شوفوا الحاجه الزينه راه البنات راه ما كتبقاش الحاجه كاين كاع ما كيديوها فيها، وكاين الحاجه اللي كطير يا البنات، راه والله حتى خطير. هذاك اللي بارطاجيت معكم اللي باقي البنات عنده في ليدل ديالو ياخذوا يا البنات، راه دايروا له نافوغوت 19. راه كاينه الحوايج اللي واخا تكون ما عرفتش شحال دايره البنات، وراه بروموسيون راه ما عرفتش شحال كندير، وراه دايروا له غير نافوغوت 19 فلوس وحلال يا البنات. هذه ديال نيفيا البنات لي كريم، انا راه ماشي جيبه في موك ولا راه حتى نقلب على الحاجه، وكنعرفها زوينه عادي اخواتي كنبارطاجيها معكم، لان ما غاديش نجيب شي حاجه اللي ما زويناش ونقول لكم ها هذه زوينه. انا راه عندي بحال كنقول لكم ديما، سوا خديتوها سوا ما خديتوهاش، ولكن كنبغي نبارطاجي شي حاجه اللي غادي تستافدوا بها اخواتي. كاين هذا الكريم هذه زوينه، هذه البنات هذه ديال نيفيا ولا مارك ديال نيفيا غنيه عن التعريف. هذه البنات هذه اللي لابو ديالها سيش البنات، اللي لابو ديالها ناشف. شوف راه كندير 4.59 راه دايرين ليها 3.21 الحمراء البنات. وهذه البيضاء هذه الزرقاء هذه عفوا، هذه بالنسبه اللي لابو ديالها نورمال، هذه تقدر تستعملها. واحد الاخت كانت درسلات لي راني جاوبتها بحال 26 24، يعني هذه تستعمليها من لاج ماشي مشكل، فهمتوا؟ هذه ايدراتاسيون ديال لابو، فهمتوا اخواتي؟ راهم زوينين ودايرين لهم لا بروموسيون. وكاينه الزيت هذه البنات اللي والله حتى كنستعملها انا، وكنستعملها لبنتي، انا كنستعمل اكثر هي هذوك ديال اكسيون اللي ديما كنبارطاجي معكم، ولكن حتى هذه البنات كنستعملها وكنستعملها لبنتي. الثمن ديالها 6.69 اوف سبيسيال. انا البنات كنت خديتها واحد المره كانوا دايرين لا 30%، راه مره كيديروا لهم 30%. الكريم هادو البنات راهم ديال نيفيا دايرين لهم 30% من 4.15 غيبقى لكم بجوج الاورو 79. هذه البنات ديال اللي لابو ديالها ناشف ناشف البنات، تستعمل هذه زوينه. ولكن البنات هاد الزرقاء هذه اللي لابو ديالها فيتنشف هي لذاك الجي. شوف البنات هذه، ها هي البنات شفتوا، ها هي اللي ناشف ناشف لواحد الدرجه ما كتصورش،
هادو البنات هادي راه والله حتى مرطبه البنات. انا ديجا كنت استعملت هادي مرطبه بزاف، هادي اللي نشفنا شف بزاف لابو ديالو. استعمل هاد النيفيا الزرقاء هادي، راه البنات عن تجربه خطيره يا البنات، وراه دايرين ليها لا بروموسيون ناقص 30%. كم هاد الصبغه هادي اللي والله درسلت لي واحد البنت، عقلت اخر مره صورت لكم البنات هنا لا غيفاج، قلت لكم هادي انا ما مجرباهاش، حيت واحد الاخت قالت لي واش اختي واش زوينه، قلت لها اختي ما نقدرش نجاوبك لاني ما عرفتش، وسولتكم وجاوبتني واحد الاخت قالت لي اختي بشرى راه زوينه هادي ديال ليدل. يعني البنات الا بغيتوا تاخذوها راه باقه محطوطه وفيها لوينات غزالين يا البنات، لوينات زوينين. وشوفوا لي الثمن ديالها راه من 4 اورو 28 غتلقى لكم غير بجد الاورو 53. المهم الزوينه ديالي، كنتمنى يا ربي هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على اختكم بشرى بواحد جيم وبارطاجوا الفيديو البنات، بارطاجوا هذا الفيديو باش كلشي يستافد، واللي مازال ما دارش ابوني دار ابوني. كنبغيكم بزاف، مع السلامه.